أسأل أي لاعب رياضات إلكترونية ناجح عن مفتاح نجاحه، من المحتمل أن يتم ذكر مصطلح الانضباط في وقت ما، ولسبب وجيه. كثيرا ما يكون بذل ساعات طويلة من الجهد ضرورية لتحقيق العظمة. تعتبر المهارة الطبيعية أمر حيوي في الرياضات الإلكترونية، لكن لن تمكنك من أن تصل إلى ما تريده إلا إذا كان اللي تريده أنك تصير جولد. إذا كنت تريد أن تطور من كونك لاعب جيد وموهوب إلى أسطورة، فعليك بذل كثير من الجهد، سواء كنت تنافس في لعبة جماعية أو بمفردك. تحتاج إلى انضباط للقيام بهذا العمل. السلام عليكم، معكم هاكا. شاف ذي الحلقة متكلم عن انضباط في الرياضات الإلكترونية. أول سؤال ممكن يطلع في ذهنكم هو ليش الانضباط مهم طيب؟ وليش في الرياضات الإلكترونية خصوصا؟ نحكى الانضباط في الرياضات الإلكترونية قوة الإرادة لاتخاذ قرار ثم الالتزام به، أفعالك وسلوكك ومعتقداتك الثابتة. كل هذه الأشياء يمكن تساعدك على النجاح والتحسن وتحقيق أهدافك. هذا المبدأ والقيمة أمر بالغ الأهمية، ليس فقط في الرياضات الإلكترونية، لكن أيضا في الحياة اليومية. توفر لك قوة الإرادة والقوة الداخلية لمحاربة الرضا عن الذات وبذل الجهد اللازم لتحقيق أهدافك. القدرة الحاسمة للتطور في الرياضات الإلكترونية هي الانضباط. النجاح في أي شيء في الرياضات الإلكترونية أو عملك أو علاقة عاطفية أو دراستك يتطلب الانضباط. إنها القدرة على الضغط وعدم الاستسلام في مواجهة العقبات والهزائم. الإغرار ضبط نفسك سيمنحك الانضباط الذاتي، القدرة على تحمل الإغراءات والانحرافات التي يمكن أن تمنعك من تحقيق أهدافك. طب نحن عرفنا ليش الانضباط مهم في الرياضات الإلكترونية، بنعرف طيب كيف تنمي هذه العادة عندنا، صح؟ أكيد. في قصة الواحد يقول لك كان الإدراك بأن ما كنت أفعله لا يعمل بمثابة حافز لي. تجاهل القضايا زاد الطينة بلة. حاولت أكون منضبطا لكن جهودي الضعيفة جعلتني ببساطة أشعر بالفزع تجاه نفسي. كنت في كثير من المعاناة لأني كنت في غير منطقي تماما. مجرد أنك تدرك أنك تسبب لنفسك الألم، يا خوينا في القصة اللي فاتت، قد تكون لديك نية صادقة للتوقف عن إذاء نفسك. قد تقول أصلا هذا يمكن جعل حياتي أسوأ. تعال نحاول نجعل الأمر أقل سوءا. عندما تدرك أنك تؤذي نفسك فمن المحتمل أنك تشعر الرغبة صادقة في التوقف عن إيذاء نفسك. قد تلاحظون أصلا هذا يكفي لجعل حياتي أسوأ. تعال نحاول تخفيف الضرر. في ضوء ذلك يمكنك أن تعد نفسك بأن ستقر ما يلي. ابدأ بخطوات صغيرة لتحسين الموقف، وافعل الأشياء التي تجعلك غير مرتاح، ادفع نفسك إلى أقصى ما تستطيع حتى تتمكن من التحسن بمرور الوقت أو ممارسة الانضباط الذاتي. أثناء التدريب عندما تشعر بالرغبة في التوقف عن الممارسة وأنت ترتكب أخطاء وتشعر بالاستسلام، فكر لماذا بدأت؟ لديك قرار تتخذه كل يوم، لديك خيار اختيار العمل الجاد أم لا، وتذكر أنه يمكنك اختيار عدم بذل الجهد كذلك، على الرغم من عدم الشعور به إلا أنه بالتأكيد كذلك. في الواقع غالبا ما يكون أبسط خيار معروض، هذا يفسر سبب نجاح الكثير من الناس. يجب أن تتخذ القرار بالعمل الجاد بانتظام إن كنت تريد النجاح، حتى عندما لا يكون هناك أي شخص آخر في الجوار، حتى عندما لا تشعر بالرغبة في ذلك، خاصة في تلك الأوقات، لأن هذه الطريقة التي تحصل بها على أي شيء تريده. يجب أن تقرر أن تنمو بشكل أفضل كل يوم. مجرد الرغبة في ذلك لن تقطعها. تقريبا كل شخص يرغب في ذلك. قدم التضحيات اللازمة لتحقيق هذا الهدف.